وتما قريت لا المستوى الابتدائي ديالي ولا الاعدادي ولا الثانوي. من بعد ولجت معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، درت حصلت على دبلوم ديال الهندسه في الزراعه، ثم بعد ذلك اشتغلت في هذه المؤسسه ديال الوالد الله يرحمه، اشتغلت هنا واحد المده ديال سنه ونصف، ثم انتقلت الى الديار الكنديه حيث درست ماستر ثم دكتوراه الدوله في العلوم الزراعيه وكذلك في الانتليجنس ارتيفيسيال او ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المطبق في العلوم الزراعيه. لماذا السياسه؟ نعم. اولا الوالد ديالي من الله يرحمه من ينتمي الى الحركه الوطنيه، من المؤسسين ديال الحركه الشعبيه بمعيه المرحوم احضان ثم الدكتور الخطيب. الغرض بطبيعه الحال اللي كيعرفوه الناس اللي عايشوا الحركه الوطنيه وعايشوا حركه الاستقلال هو التعدد ديال الحزبيه في المغرب والحفاظ على التوازنات السياسيه، وذلك بالطبع استمرارا للملكيه الدستوريه اللي جميع المغاربه يؤمنون بها ويودون دائما الحفاظ على الملكيه لان هي التوازن ديال كيقولوا باللي ما بقاتش عندهم الثقه كيف ما قلنا على مع المنتخبون، والناس هذوك المنتخبون كاملين كتكون عندهم وعود كاذبه لا اساس لها من الصحه، غير كيقضوا المصالح ديالهم وكيلوذوا بالفرار، ما كيبقاوش يجوا ملي كيحتاجهم المواطن المغربي لقضاء مثلا شي غرض شخصي ولا غرض اداري كيتخلاو عليهم، كيقضوا غير المصالح ديالهم هما الشخصيه والمصالح لولادهم والعائله المقربه ليهم. شنو التدخل ديالك في هذه القضيه؟ وهذا امر طبيعي، وبالنسبه لي هذا راجع الى عدم فهم او سوء فهم المؤسسات المنتخبه وسوء فهم حتى الديمقراطيه في حد ذاتها. انا كنشوف اننا لما كمواطنين نبداو نثقوا بواحد الوعود اللي ماشي من اختصاص واحد المؤسسات، مثلا جماعه معروفه الاختصاصات ديال الجماعه من رياضه وشباب وصحه وحفظ صحه وتعليم وتنميه بشريه وما الى ذلك، كيف ان المواطن كينتظر مثلا انك تبني ليه او تقوم ليه بشي حوايج اللي هو شخصيه؟ هذا بطبيعه الحال ما يمكنش الا اذا كان الانسان فيه الخير وبغى يدير الخير لله في سبيل الله، وغادي يكون داكشي من ماله الخاص. هذا من جهه. من جهه ثانيه المنتخب حتى هو بدوره لانه يستغل هذا الجهل اللي عند المواطن بالدور والاختصاصات ديال المؤسسات، وكيبدا حتى هو يعطي الوعود من اجل الحصول على الاصوات، وهذا راه حنا كنعرفوه، وهذا هو السبب ديال الى بغينا نقولوا ماشي ما نقولوش انهيار ديال الديمقراطيه، ولكن غادي نقولوا الاختلال اللي كيوقع للديمقراطيه والمؤسسات. رسالتك للمواطن الناخب ان شاء الله يوم الاربعاء 8 شوشنبير، شنو تبغي تقول لهم؟ رسالتي هو نقول للمواطن اننا عشنا عده انتخابات في انفا وشفنا عده ممارسات اللي كتمس اولا كتمس بالمؤسسات المنتخبه وكتمس بكرامه المواطن. شفنا كيفاش المواطن كيتم الشراء ديالو بواحد الشكل رهيب بواحد الشكل رخيص جدا، كيفاش المواطن كيتشرب 100 درهم او 50 درهم او 200 درهم او 100 درهم. شفنا عده ممارسات في الاشاعات، شفنا عده ممارسات كيفاش كيهزوا الناس ويديوهم يصوتوا ويجيبوهم يخلصوهم، كيفاش حتى التليفونات كيتستعملوا في هذا الاطار باش الناس يثبتوا انهم باعوا الصوت ديالهم. شفنا العجب. هذه كلها ممارسات تمس بالكرامة ديال المواطن، تمس بالقيمة ديال المواطن، تمس بالديمقراطية أو النظام منظومة الديمقراطية ككل. اللي نقدر نقول هو أن المواطن إلا بغى يرجع يكون مواطن
أنا لا أعمم أن هذا على بعض المواطنين اللي بغاو يرجعوا يكونوا مواطنين، هذه فرصة ديال الأربعاء 8 شتنبر باش يمشيو يصوتوا بلا ما يبيعوا الذمة ديالهم. راهم عارفين ما كاينش شي مواطن ما عارفش ما يجري في المقاطعة الجماعية أنفا، ما كاينش شي مواطن ما عارفش ما يجري في المقاطعة الجماعية أنفا، يعرفون بالضبط ما يجري، يعرفون بالضبط ما يجري، لا في لا حيت لا في الإدارة ولا في السلطة المنتخبة. إذن لا نقول المواطن هو يصوت على الزيتون ويصوت على رمز الكرامة. نعم، رسالتكم الأخيرة شنو تبغيو كلمة أخيرة السي حسن؟ كلمتي الأخيرة هو أن نهار 8 شتنبر خاص المواطن يمشي ويصوت بكل حرية وبكل ديمقراطية، ما يبيعش الدم ديالو، وصوت على رمز الكرامة، صوت على لابونس دو لوليفي، على غصن الزيتون. وشكرا على الثقة ديالكم في حزب